أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة التوبة الآية رقم 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. صدق الله العظيم. دكتورة سماح عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، هسألك بقى في تفصيلة كده، هو احنا المفروض نعاهد ربنا أنه لو جالي كذا أتصدق ولو حصل لي كذا أتصدق، ولا أنا بتصدق جالي أو ما جاليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. المفروض ان انا بعمل الخير ابتغاء مرضات الله، بس الآية هنا بتصور لنا طبيعة بعض الناس موجودين في كل عصر وكل زمان ومكان، اللي هم بيقولوا ايه، انا يا رب لو جالي خير انا يعني هكون اكثر شكرا، ده انا لو جالي الخير هقدر النعمة. يبقى معنى الآية هنا انا مش هقدر النعمة، لا انا دلوقتي عندي نعمة بس انا لو جت اديتني اكتر انا هزود اكتر واكتر. وده بقى حضرتك له كذا سبب نزول، يعني كذا موقف حصل للآية دي، وكمان هنقول طبعا الآيات اللي بعدها زي ما تعودنا علم المناسبات، كمان علاقة الآيات ببعضها. كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ناس يقولوا يا رب ادينا واحنا هنكون احسن، ومنهم واحد على اختلاف الرواية، ان مش واحد، اكتر من واحد، واحد منهم جاله فلوس كتير وجاله غنم وجاله حاجات كتير قوي، فبعد كده لما كتر الخير اول حاجه شغلته عن الصلاه، يعني بعد ما كان هو بيصلي كله في جماعه لا بقى يصلي صلاتين بس في جماعه، والغنم يكتر وفلوسه تكتر، وبعدين ابتدى ياثر ما بقاش بيصلي الا الجمعه، وابتدى ياثر لحد ما بعد، فلما بعتوله عشان يرسل الصدقه اللي هي واجبه في ماله، قال لا انا مش هارسل حاجه، سيبوني افكر، قال انا حدي ولا مش حدي، وفضل كده حتى بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلفاء من بعده مرضوش ياخدوا منه، قالوا احنا ما نعملش حاجه الرسول ما عملهاش. ده واحد، واختلف العلماء في يعني في قصته. بعد كده الكثير من المنافقين كانوا بيعملوا الموضوع ده، وكتير من الناس في كل عصر عارفة حضرتك يا رب نجيني من الموقف ده وحبقى كويس، لا حتى في حياتنا العادية بعيدا عن العبادة، نادر علي لو ابني خف لا اذبح عجل. وبعدين تكلمنا بقى والشيخ قاعد، يا شيخ هو ابني خف بس ما معيش فلوس اعمل ايه؟ يعني هو كده، فيقول لها ما هو عشان كده النادر مكروه. وساعه ما كنت مضطر تمام، وساعه ما كنت بتقول يا رب ما كنت في كرب وما فيش حد هيفرج عنك الكرب ده الا ربنا، نلاقي مثلا حد عنده مريض او هو عيان يقول يا رب بس فرج عني المرض ده وبعد كده انا هصدق وابقى كويس، بس شوفي اختار ايه؟ اختار الصدقه. ليه؟ عشان هي صعبه على النفس، فان هو هيدي ومش هيبخل وهيأدي شكر النعمه، لكن من الناس اللي بيرجع في كلامه بعد كده، شوفي الايه بتقول لنا فلما اتاهم من فضله بخلوا به وبعد كده وتولوا وهم معرضون. ايه اللي حصل؟ فاعقبهم نفاقا في قلوبهم، يعني القلوب ما بقتش مستقبله الايمان، هي كانت عايزه حاجه معينه وبعد كده حصلت، يعني هم ما كانش عندهم صدق او اخلاص. طب انا لما اسمع الايات واسمع يعني القران الكريم بيوضح لي وبين لي حاجه زي كده، اعرف ان الطاعه مش مرتبطة ان انا عندي ابتلاء او ان انا عندي تفريج كرب عندي نعم، لا انا بعمل الطاعة ابتغاء مرضات الله. والقرآن الكريم ضرب لنا مثل بالغني الشاكر، سيدنا سليمان عليه السلام قد ايه كان هو شاكر ربنا وكان يعني بيعمل خيرات كتير وبتقرب الى الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا ابراهيم كانوا بيقولوا ايه، ألحقني بالصالحين، يعني الحقن دي يعني خليني الحق، يعني كانه ركب ناس ماشيه يعني كده موكب ماشي وخليني بس في اخرهم. لما انت تبقى في اخرهم سيدنا ابراهيم خليل الرحمن، طب احنا نروح فين؟ احنا لما نفكر في الكلام ده وننظر لايات القران الكريم بتفسير التحليلي بتدبر نفهم معاني الايات، لا نعرف ان انا النهارده جات لي رساله الخير دي عشان اعيد تفكيري واعيد حساباتي، اقوم واجيب ورقه وقلم كده واشوف انا مقصر في ايه؟ ايه اللي اقدر اعمله اكتر من كده؟ ازاي ما اخليش يوم يعدي عليا من غير ما اعمل فيه خير؟ طيب ايه رايك نروح نشوف تقرير نشوف يعني نكمل حلقة.
عندنا 5 كونتينرات طالعه من محافظه دمياط مع جمعيه البر والطفوه وصندوق تحيا مصر. عندنا مواد غذائيه وادويه وميه والحفه وبطاطين. الحفه دي من ضمن مشروع جمعيه البر والطفوه، هي اللي بتصنعها، واحنا على طول بنتكاتف للدعم ومستمرين لدعم اهالينا في فلسطين. كتير من القوافل دخلت جوه وتأكدنا انها دخلت جوه ومتصورة وهي جوه، ودي حاجة تطمن ناس كتير انه لما يبعتوا الحاجة بجد بتوصل. احنا دلوقتي في وقت محتاجين ان تتكاتف فيه الجهود، كل واحد يقدر يعمل حاجة حتى لو يبلغ، لان في محنة وفي ازمة، ورسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان افضل الصدقات اللي بتيجي في الوقت اللي احنا فيه ده، وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني ايه؟ يعني وانت وراك مسؤوليات بيت وانت لسه في وسط حياتك، مش ان انت خلصت كل المسؤوليات اللي وراك وخلاص ما عندكش حاجة، فقلت بقى يلا خلاص اعمل بقى حاجة تنفعني بعد كده. لا، انت بتعمل في طول عمرك، وخصوصا في وقت الازمات، لان احنا مش عارفين العمر هينتهي امتى، ودي حاجة مهمة قوي. كمان اللي بيعمل خير يعني يبقى يجيله وقاية من مصارع السوء وكل شيء فيه مكروه. نشوف كده موقف السيدة خديجة رضي الله عنها لما جالها الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي، وكان هو يعني الموضوع بالنسبة له جديد وخايف ويرتجف، فقالت له فوالله لا يخزيك الله أبدا، مش ممكن ربنا يخزيك، ما كانش لسه فيه الرسالة ولا الإسلام، لسه نزل عليه الوحي. ليه فوالله لا يخزيك الله أبدا؟ عشان أنت بتعمل إيه؟ أول حاجة لا تصل الرحم، وكمان تصدق الحديث وتحمل الكل، يعني انت بتتحمل المسؤوليات والحمل الثقيل وتخفف عن الناس وتكسب المعدوم، بتساعد اللي ما عندوش وتقري الضيف وتعينه على نوائب الحق، يعني الزمن. فالنهارده جت لنا رساله خير وامان من جمعيه البر والتقوى بتقول لنا يلا فرصه، هو اللي مش عارف يعمل ايه لاهلنا في غزه، مش عارف يوصل لهم مساعده هو نفسه يقوم بيها، جمعيه البر والتقوى فتح الباب، ويلا ساهم وشارك واعمل دعوة لأصدقائك وأحبابك، وعلم أولادك وهم متابعين القضية. دلوقتي كلنا صغيرين وكبار، والأولاد على كل منصات التواصل الاجتماعي متابعين القضية وعارفين إيه نقول لهم، مش بس إن أنت تشوف لكن كمان شارك. طب هوصل لهم إزاي؟ جمعية البر والتقوى بتقول لنا النهاردة في دعوة لتوصيل المساعدات لأهلنا في غزة. المساعدات الحمد لله بتدخل، الأساسيات في المساعدات دي اللي الحفة اللي بتتعمل في المشغل بتاع البر والتقوى بالمكان، اللي الحفة دي مهمة وأساسية. كان في ناس بعتين بيقولوا ابعتوا الحاجات اللي هي الووتر بروف علشان المطر، والناس دي قاعدة في خيم وكده، فعشان الهدوم لما بتتبلب، فلو عندكم جاكيتات او بلاطي او كده ووتر بروف اللي هي يعني تحميهم من البرد، يا ريت يبعتوها. اي حاجه ولو كانت صغيره، الاكل طبعا، الاكل اللي هو الحبوب والمعلبات دي مهمه جدا، لانه دي الاسهل، طالما اكيد مش هيبقى فيه غاز، مفيش كهرباء، مفيش بيوت اصلا، فالمعلبات تبقى سهله الاكل يعني. ايه تاني ممكن يبعتوه؟ اي شيء، لان جمعيه البر والتقوى بتعرف توظف كل الحاجات اللي بتجيلها، وبتعرف كمان ازاي توصلها وتحافظ على سلامه الشيء، يعني لو اغذيه، لو حاجات طبيه مثلا، ادويه. المهم ان احنا نساهم ونشارك، ونعرف ان دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى علينا، انه يستخدمنا. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، يعني او من يبخل فانما يبخل عن نفسه. والله الغني وانتم يعني انت مش بخيل على الناس، لانه الناس ربنا هيبعت لهم رزقهم من حد تاني، هيستخدم حد تاني، ودي بتبقى الخساره. انه تخيلي بقى في تشريف كده، انت خدتي النشان، فمعلش انا هاخد منك النشان ده واحطه لحد تاني. يعني لو قعدنا بسطنا الموضوع بمشاهد كده في الدنيا بتبسطنا هنزعل،
يعني انا اختاروا فلانه دي ان هي تبقى احسن برنامج، احسن مش عارفه ايه، احسن ايه، وبعدين فجاه السنه الجايه لا ما اختاروكيش، انت مش احسن واحده. فده في الحقيقه يعني، ده يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يختار حد غيرك ويستخدم حد غير دكتوره سماح بعد الشر، يعني انها تعمل حاجه او توصل رساله معينه اكيد هتزعل. وده في القران، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. شفتي بقى دقه التعبير القراني، واحنا اتفقنا مع بعض ان احنا لازم نركز قوي على الكلمات عشان كل كلمه في بتحمل درس نطبقه في حياتنا. ما قالش وما تقدموا للمحتاج ولا اللي عنده ازمه ولا محنه، لا، وما تقدموا لانفسكم انتم، يعني انت بتعمل الخير ده لنفسك، انت اللي هتخسر. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم، لو انتوا اعرضتوا وبقيتوا بعيد هيجي الخير. واعرف ان انت بس مجرد واسطه، والواسطه دي نعمه، الاختيار ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. ودايما ايه القران بتقول؟ ومما رزقناهم رزقناه، عشان تلفت انتباهك، الرزق مش بتاعك، ما تخافش، اللي صحيح. رزقك النهارده هيرزقك بكره، وبعدين انت عايز تشيل وخايف لبكره ليه؟ وما هو الضمان ان الانسان يعيش لبكره؟ عايز يشيل لاولاده، وما ادراك الحياه هتمشي ازاي؟ ممكن صحيح. يجي لهم. بس بصي يعني القران الكريم بيقول لنا، بيجيب الاجابه كل مدخل من مداخل الشيطان ممكن يضحك بيه على الانسان. خايف من الفقر؟ الشيطان ويعدكم الفقر. الفقر يمحق الله الربا ويربي الصدقات. صحيح. طيب يعني كل حاجه ماشيه بالتوازي في البر والتقوى. ومن الحاجات المهمه جدا اللي هم ما بيبطلوهاش صيف ولا شتاء هي مبادره امان ودفء. والدفء هو الدفء المعنوي قبل ما يكون دفء حقيقي، انه نلم الناس تحت سقف بيت واحد. الكلمه دي اللي احنا بنقولها عادي مش موجوده في بيوت كتير، يعني اصل مجرد احنا تحت سقف بيت واحد، هو مفيش سقف اصلا في بيوت كتير. فدي كلمه ممكن تبقى اوبشن مهم عند ناس وهي حاجه عاديه عندنا. تسقيف البيوت دي من المبادرات الاساسيه واللي مستمره طول السنه. واذا احنا يعني ربنا ما استخدمناش في اننا نسقف بيت من البيوت، يبقى عندنا مشكله، يبقى في حد عنده مشكلة ما، لأن هو قاعد في مثلا قصر أو في فيلا حلوة ومش مسقف بيت حد، لا يبقى احنا في مشكلة حقيقية. يبقى احنا لازم نجري ونشوف بيت محتاج سقف ونروح نسقفه. خلينا نروح نتفرج على التقرير الجاي ونرجع نكمل. انا عايشه كده يا اولاد، انتوا عارفين ما فيش غير قطر الاوضه دي والحمام اللي قاعده فيه. مفيش مصاريف. أنا تعبت خالص، تعبت. كنا مستنيينكم، كنا قاعدين في نطره وزوابع وبتاع، وقلت انتوا سطفتوا علينا، الله يستر عليكم، عملتونا بالصبه وحلوه دوقت. ولادي كانوا عيانين والله وبيشنكوا حلوين حلوين دوقت، ربنا يستر عليكم ويخلي لكم، حش عنكم الوحش والمرض يا رب. مبسوطه بكم وبالبيت، سطفتوا علينا الله يستر عليكم. كنت قاعده في نطره وبتاع وانتوا سطفتوا علينا بقى وعملتونا السقف وحلو، والله مبسوطه، وجبت لنا الفرش وجبت لنا كل حاجه، مبسوطه والله بكم. والله والله انا كنت زعلانه، انا والعيال والنطره كان شغاله علينا ليل ونهار، ده وقت سطرت علينا والله. بنات ردين عيانين مشانك، واحده تقوم واحده ترقد، والله الحمد لله السنه دي حلوه، والله حلوه السنه دي، والله النطره مش هتيجي علينا، والله حلوه، ربنا يخليكم. اسعد يوم النهارده في حياتي انا ولادي، انا حاسه بالامان انا ولادي، ربنا يخليكم يطولكم في عمركم يا رب، يكفكم شر المرض، حب فيكم القرب والغريب، سترت علي الله يستر عليكم. الحمد لله يا رب، يستر عليكم يا رب، يخليكم يا رب، يطول لنا في عمركم يا رب، ماليش غير انتوا وربنا يا رب. بنوا لي البيت وعملوا لي البيت وستروا علي الله يستر عليهم يا رب، الله يستر عليهم، ستروا علي الله يستر عليهم، يكفهم شر المرض. أول مرة أحس بالأمان أنا وأولادي يا رب، ودي فينا الليلة يا رب، ودي فينا، ربنا يخليكم يطول لنا في عمركم يا رب. بشكر الجمعية البر والتقوى.
النهارده قريت خبر انه الشتاء بتاع 2023 24 ده هو الاصعب منذ 10 سنوات. قلت يعني سبحانك يا رب، احنا بقالنا فعلا فتره كل حاجه هي الاصعب، الكورونا دي الفيروس الاصعب، الحرب هي الاصعب، اللي مش عارفه ايه. فالحقيقه انه اللي دلوقتي قادر يبقى قاعد في بيت وحاطط دفايات ومعاه بطاطين وكده، هو اصعب، مش هيبقى اصعب عليه ولا حاجه، يعني هيبقى اصعب عليه مجرد ما يفتح باب البيت ويركب العربيه. يا سلام، يعني الحمد لله والشكر لله على فضله وعلى نعمته. فهو الاصعب بالنسبه لناس تانية، يبقى احنا من غير واحنا مغمضين كده نجري نشوف نعمل ايه للناس التانية دي. ده قولا واحدا. الواقي من الصعب، ايه اللي هيقينا الصعب ده؟ شوفي حضرتك في التقرير وهي بتقول من القلب وبعفوية. الله يستركوا، كم مرة قالتها في التقرير كتير. ويكفيكوا شر المرض. يا ده احنا دلوقتي عندما الصعوبة بتاعت المطرة دي هتجيب ايه؟ امراض في الجهاز التنفسي والبرد في الجسم. كنا لسه بنتكلم عن البرد، نقول احنا لسه دلوقتي ولسه في البداية ما جاش حاجة، احنا حاسين بالبرد والانفلونزا وكل الحاجات اللي هي بتيجي نتيجة الجو البارد. طب احنا هنا وظروفنا مختلفة. شوفي حضرتك بتقول الليلة دي بيتنا دفيانين، في كلام ومكانة أكبر من كده، إن ربنا يستخدمك تفرج الكرب عن ست مسنة. شوفي مسنة ولا قادرة تشتغل وعندها بنات، والبيت كان عامل إزاي. شوفي كمان كان ظاهر في التقرير الحشرة وهي بتجري، ده معناها إن حشرات كتير عشان هي تطلع في التصوير، معناها إن هم منتشرين. يعني لو نبص كده لكل دقيقة وكل لحظة جت في التصوير وهي بتنقل لنا مشهد البيت ده هو بقى الستر. الستر ده بيشمل كل شيء، الستر من الحاجة، الدفى، الأمان، النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الخوف من كل حاجة، ومنها إن واحد يبقى في أمان من الحشرات والبيت متسقف وكل ده خير. ربنا سبحانه وتعالى بيختار الناس اللي يشاركوا فيه. فرسالة الخير والأمان من جمعية البر والتقوى النهاردة بتقول لك يلا هنوصل مساعدتك. ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم أيوة لأزيدنكم. فاحنا عايزين الزيادة في كل شيء، وبالتالي شكر النعم مش بس الحمد لله، لا الشكر بحاجات تانية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله. سلام عليكم.